موسى، ليش مزعوج؟ قلي شبك. موسى شو اللي عم تعمله؟ لا تحكي ولا كلمة، بس طميني. موسى، ما فهمت شو اللي صاير، اللي شبك؟ ما في شي بخوف، ردت اني شوفك وبس. شلون صرت مو احسن؟ لما الانسان بيكون متضايق افضل شي انه يلاقي حدا جنبه. عن جد انتي هونتي علي. موسى، انت مانك مضطر تحكي لي اي شي هلا، بس انا جنبك وباي وقت.